بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أبنائي وبناتي، إخواني وأخواتي، طلاب التعليم عن بعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، يسعدني أن ألتقي بحضراتكم في اللقاء التاسع من اللقاءات الحية لمقرر البحوث المحاسبية المستوى الثامن شعبة المحاسبة. كنا تناولنا في اللقاء السابق الإطار النظري، وكلمنا عن تعريفه، وبعد كده قلنا أن هناك خصائص يجب توافرها في الإطار النظري الجيد، اللي هو يجب تحديد المتغيرات الملائمة للدراسة بوضوح، وأن تبين الدراسة كيف أن المتغيرات ترتبط ببعضها، ويمكن تحديد نوع واتجاه العلاقة ما بين المتغيرات أيضا من خلال الدراسات السابقة، وأيضا يجب الشرح لماذا تتوقع الدراسة الحالية وجود العلاقة ما بين هذه المتغيرات، ويجب توضيح العلاقة بين المتغيرات في شكل رسم بياني حتى يتم شرح هذه العلاقة للقارئ بوضوح. وكنا قلنا أيضا إن الإطار النظري ما هو إلا نموذج مفاهيمي لكيفية تنظير العلاقة بين عدة متغيرات والتي تم أخذها في الاعتبار عند صياغة المشكلة. والمتغيرات ديت قلنا بتنقسم إلى 4 أنواع: متغير تابع، ومتغير مستقل، ومتغير وسيط، ومتغير متداخل. وخدنا تعريف كل نوع من أنواع هذه المتغيرات بإيجاز شديد أبنائي وبناتي الأعزاء. عايزين نتكلم اليوم على استنتاج الفروض، استنتاج الفروض. ولكن قبل استنتاج الفروض، هل هناك أي سؤال أو استفسار أبنائي وبناتي الأعزاء؟ طبعا بنرحب بابنائنا وبناتنا هنادة وأكرم وعلي وماجد. هل هناك أي سؤال أو استفسار؟ طيب نبدأ يعني على بركة الله تعالى. سؤال كده على السريع، سؤال على السريع، ها؟ بفرض أنك تقوم بإعداد بحث علمي بعنوان نقول مثلا إيه؟ آثار، أكتبها لكم على الشات أحسن عشان ما حدش إيه؟ قياس آثار القدرة الإدارية على جودة تقارير المالية، نقطتين وشرطة، دراسة تطبيقية في بيئة الأعمال السعودية. في ضوء ما سبق، فإن المتغير المستقل هو، انتوا اللي تقولوا بقى فين المتغير المستقل، مش انا اللي هكتب لكم الاختيارات وتختاروا. ممتاز، ممتازين اكرم وماجد، ممتاز. يبقى المتغير المستقل، خلاص يا دكتور حبينا اساتذه بقى فيها، هو الذي ياتي في العنوان اولا وياتي بعد كلمه اثر، ده لازم، ده اسمه المتغير المستقل. طب في المتغير التابع؟ تمام أكرم، جودة التقارير إيه؟ المالية. تمام، ممتاز، بسم الله ما شاء الله عليكم يعني. كنت عايز أقول لكم بقى المتغيرات الإيه المعدلة كمان، خلاص مش لازم، طالما مش موجودة عندكم يبقى إيه؟ نختصر. ماشي، نروح بعد كده على صياغة الإيه؟ الفروض. طيب، عشان برضو دي جاي فيها سؤال إن شاء الرحمن، اللي هي فروض الإيه؟ فروض البحث. طبعا اجيب الكتاب احسن برضو عشان يبقى استعراض مع حضراتكم بدل ما نتكلم شفوي. دي كتاب البحوث، ونعمل له فتح،
كنا واقفين عند صفحة على ما أتذكر 68. أنا بحاول أمشي معاكم مع الكتاب أهو، بلتزم بيه عشان تبقى الأمور ميسرة على حضراتكم إن شاء الرحمن، وأنتم مطالبين فقط بما يتم شرحه لحضراتكم. ها، عشان بس نختصر عليكم ونبسط الأمور إن شاء الرحمن. ادي كده استنتاج الفروض، ايوه اهو ادي الصفحه اهي، نعمل مشاركه. بسم الله الرحمن الرحيم. ها، ظهر عندكم الشاشه؟ تمام. هنبدا بقى بجزئيه الايه؟ اللي هو استنتاج الفروض. يعني ايه الفروض؟ المفروض الاول بس ابنائي وبناتي الاعزاء كده زي ما هو كاتب ايه العنوان، استنتاج الفروض ان ايه؟ بعد تحديد المتغيرات الهامه في الدراسه ووضع العلاقه بين هذه المتغيرات من خلال التفسير المنطقي والاطار النظري. انا بقول ها، اثر المراجعه المشتركه على قيمه الشركه، او اكتبها لكم تاني، اثر او اثر المراجعة المشتركة على قيمة الشركة. ده العنوان اهو بتاع البحث بتاعي. طيب تمام، ما انا حددت المتغيرات بتاعتي وعرفت ان المتغير المستقل المراجعة المشتركة، وعرفت ان المتغير التابع قيمة الشركة، وهطبق في بيئة الاعمال السعودية، وبدأت اتكلم نظري وقعدت اشرح وتناول من خلال الدراسات السابقة وتعريف المراجعة المشتركة واهميتها ومداخل تكوينها، ويا ترى بيتم تطبيقها في البيئة السعودية بشكل اجباري ولا بشكل اختياري، و و والكلام من ده. وبعد كده اتكلمت عن قيمة الشركة وتعريفها ايه والمقصود بها ايه ونماذج قياس قيمة الشركة والمحددات التي تؤثر عليها. بعد كده اتكلمت عن العلاقة اللي بتربط ما بين المراجعة المشتركة وقيمة الشركة، وكيفية انه يمكن ان تؤثر المراجعة المشتركة على قيمة الشركة من خلال ايه. كل ده كده كلام نظري جميل وممتاز، وتم تناول الجانب التنظيري او الجزء الاطاري النظري للبحث. عايز بقى نعمل ايه؟ نختبر العلاقة ما بين هذه المتغيرات وبعضها البعض. يبقى معنى كده المفروض هنختبر ازاي؟ هنعرف الكلام ده اللي هو بقى من خلال البيانات الفعلية اللي احنا بنجيبها من القوائم المالية والتقارير المالية، او لو احنا بنعمل دراسة ميدانية اللي هو اراء مين؟ اراء العينة الدراسة اللي بوزع عليهم قائمة الاستبيان. يبقى انا بقوم قايل بعد تحديد المتغيرات الهامة في الدراسة ووضع الفروض أو وضع العلاقة بين هذه المتغيرات من خلال التفسير المنطقي والإطار النظري، فإننا نستطيع الآن اختبار ما إذا كانت العلاقة ها موجودة ولا لا. عايزين نشوف بقى الكلام ده، وباختبار هذه العلاقة عمليا، عمليا مش علميا، واختبار هذه العلاقة ها عمليا من خلال التحليل الإحصائي واستخدام برنامج SPSS، نستطيع الحصول على معلومات موثوق بها عن نوع العلاقة الموجودة بين هذه المتغيرات. هل بتأثر فعلا ولا لا؟ العلاقة طردية ولا عكسية ولا ايه بالظبط؟ وهذه العملية بتسمى تطوير واستنتاج الفروض. طب هو الفرض يعني ايه بقى تعريفه؟ ده المهم بقى، نخلي بالنا بقى من السطرين دول، لو تكرمتم دول جايين سؤال اهو. الفروض ها هي عبارة عن توقعات، تخمين يعني، تخمين علمي أو استنتاج بيعتمد على معرفة الباحث وإلمامه بطبيعة وأبعاد مشكلته. هذه الحلول تسمى فروضا. فالفروض هي عبارة عن زي ما هو موجود في الكتاب اللي أنا السطرين اللي دول من عندي أنا كده يعني شرح. يبقى الفروض هي عبارة عن توقعات علمية حول حل المشكلة موضوع البحث، ويعرف الفرد بأنه علاقة منطقية بين متغيرين أو أكثر يعبر عنه في شكل عبارات قابلة للاختبار، وهذه العلاقة مبنية على أساس الإطار النظري للبحث. دكتور أنا ممكن أسألك سؤال؟ اتفضل عم أحمد. والله الأخ أحمد حامد عايز يسأل سؤال،
اتفضل يا استاذ احمد. بيقول لي انت بتقول علاقه منطقيه بين متغيرين او اكثر، طب بين متغيرين بقيه ابنائك وبناتك عارفينها، المراجعه المشتركه وهكذا، والقيمه السوقيه للشركه مثلا، دول متغيرين تابع ومستقل، انما انت بتقول لي هنا ايه او اكثر، يعني ايه؟ قلت له بسيطه يا عم احمد يا حامي، ارد على ابنائي واقول لهم سؤال اهو. معلش انا دايما بحب اسال نفسي اسئله كده وارد على نفسي. تمام؟ نقول مثلا اهو اثر هيكل، ده بحث انا كنت عامله على فكره فعلا في سنه 2018، يعني هيكل الملكيه وخصائص لجان المراجعه على مستوى التحفظ المحاسبي، ادله عمليه من بيئه الاعمال السعوديه. العنوان اللي انا كتبته لحضراتكم على الشات، اثر هيكل الملكيه وخصائص لجان المراجعه على مستوى التحفظ المحاسبي بالتقارير الماليه، ادله عمليه من بيئه الاعمال السعوديه. لو انا سالتكم بقى السؤال، ها فين المتغير المستقل واين المتغير التابع؟ فين المتغير المستقل وفين المتغير التابع؟ يلا يا ابنائي وبناتي الاعزاء، هيكل الملكيه مستقل، تمام علي، ممتاز ابن علي، ها انا هسيبك لما انت تكتب براحتك. تمام يا ماجد، ماشي ممتاز. علي نجم قال لي لجان المراجعه تابع، خطا يا علي خطا. طبعا مش هستنى بقيه ابنائي جاوب، بس طالما انت قلت بقى يعني كويس. ايوه شوف اكرم قال لك ايه، الله ينور عليك يا اكرم، ممتاز اهو. التابع مستوى التحفظ المحاسبي اهو، يبقى هنا كده المستقل، المستقل هنا متغيرين، متغيرين وهما، وهما من هيكل اهو، هيكل الملكيه وخصائص لجان المراجعه. لان انا معناها ايه؟ عايز ادرس اثر هيكل الملكيه على التحفظ المحاسبي، وعايز ادرس اثر خصائص لجان المراجعه على التحفظ المحاسبي. اذا المتغير المستقل هنا متغيرين وليس متغير واحد، اللي هم هيكل الملكيه وخصائص لجان المراجعه، والمتغير المتغير التابع اهو هنا اللي هو مين؟ مستوى اهو، مستوى التحفظ، التحفظ المحاسبي. مش هجيب لكم الحاجات دي في الاختبار ما تقلقوش، انا بس بقى ايه عشان نقرا الكلام باللغه العربيه فبترجم لكم يعني، تمام؟ طيب ممكن كنت اقول حاجه تانية مثلا، اقول ايه؟ طيب بصوا كده صيغه العنوان ده، اثر خصائص لجان المراجعه على الافصاح عن المسؤوليه الاجتماعيه وانعكاسه على قيمة الشركة، دراسة تطبيقية في بيئة الأعمال السعودية. لو أنا سألتك هنا فين المتغير المستقل، كلنا هنجاوب نقول إيه؟ أنا اللي هجاوب بقى المرة دي أهو، هنقول خصائص لجان المراجعة، خلاص ده المتغير المستقل. طب فين المتغير التابع؟ الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية أو الإفصاح المحاسبي عن المسؤولية الاجتماعية. تمام. بص بقى الجزئيه دي، انت يا دكتور عايزنا نبقى يعني بيرفكت قوي في البحث العلمي، احنا برضو ما تنساش ان احنا لسه في الجامعه مش في دراسات عليا يعني. هنا بقى المتغير الافصاح المحاسبي عن المسؤوليه الاجتماعيه جاء مره كتابع، كمتغير تابع لخصائص لجان المراجعه،
ومرة أخرى كمتغير مستقل لقيمة الشركة. يبقى معنى كده أن الإفصاح المحاسبي عن المسؤولية الاجتماعية ده يعتبر متغير تابع لمين؟ لخصائص لجان المراجعة، وفي ذات الوقت هو متغير مستقل لمين؟ لقيمة الايه؟ قيمة الشركة. ده بس للفهم بالنسبة لحضراتكم، لأن هنا لما بيقول ايه؟ ويعرف الفرد بأنه علاقة منطقية بين متغيرين أو أكثر يعبر عنه في شكل عبارات قابلة للاختبار. عايزين نشوف في علاقة ما بين المتغيرين دول ولا لا؟ بنعبر عنها في شكل عبارات قابلة مين؟ للاختبار. وهذه العلاقة مبنية على أساس الإطار النظري للبحث. الخلاصة أبنائي، نخلي بالنا من الثلاث سطور اللي موجودين عند حضراتكم لو تقرمتم، اللي هم في آخر صفحة 68، اللي هو تعريف الايه؟ تعريف الفرض. هنقول بقى أمثلة لصياغة الفروض. لا، أنا هختصرها على حضراتكم مباشرة كده، ونروح لصفحة 70. نقول بقى فرض العدم والفرض البديل، ولا ممكن نرجع للي فاتت نقول أمثلة عليها عشان تفهموها. نقول لكم جزئية شرح كده برضو دقيقتين ثلاثة، ما فيش مشكلة خالص، عشان تفهموها. أنا عارف إن أنتوا عايزين المفيد، بس أنا عارف والله، ما تقلقوا. حاضر. طيب، لو قلنا مثلا تؤثر درجة الإفصاح عن الاستدامة إيجابا على جودة التقارير المالية للشركات المقيدة بالبورصة السعودية. ده صيغة فرض. الفرض هنا ايه بقى ابنائي وبناتي الاعزاء؟ بيصور العلاقة ما بين متغيرين في احد ثلاثة وجوه. ايه هما بقى التلات وجوه دول او التلات اشكال يعني العلاقة دي؟ والله ممكن تكون العلاقة ما بين المتغيرين دول طردية. يعني ايه طردية؟ يعني اي زيادة او نقص في المتغير المستقل بيتبعها زيادة او نقص في المتغير التابع. الاحتمال الثاني او الوجه الثاني ان تكون العلاقة بين المتغيرين عكسية. عكسية يعني زيادة في المتغير المستقل يتبعها نقص في المتغير التابع، او العكس. لو كان في نقص في المتغير المستقل يبقى بيتبعه ايه؟ زيادة في المتغير التابع. الوجه الثالث افتراض عدم وجود علاقة ما بين المتغيرين. يبقى ده كده الفرض ابنائي وبناتي الاعزاء بياخذ ثلاثة صور او ثلاثة اوجه. ان تكون العلاقة ما بين المتغيرين التابع والمستقل، اول حاجة العلاقة طردية، اثنين العلاقة عكسية، ثلاثة ما فيش علاقة خالص. تمام؟ يبقى ده كده اللي هو ايه؟ اللي هي اوجه الفروض. وضربنا مثال اهوت صياغة فرض عند حضراتكم، او تؤثر درجة الافصاح عن الاستدامة ايجابا على جودة التقارير الايه؟ المالية للشركات المقيدة بالبورصة الايه؟ السعودية. طبعا مش عايز بقى اقعد اخش في حاجات زيادة اللي هي شروط الفرض الايه؟ العلمي وصياغة الايه؟ نقول على طول صياغة الفروض. صياغة الفروض ابنائي وبناتي الاعزاء بتوجد ثلاث اشكال. ايه هما؟ الشكل الاول صياغة الفرض في شكل علاقة احصائية بين متغير مستقل ومتغير تابع. تاني، ده كده الشكل الاول. ده له صورتين. الصورتين اللي هم ايه يا دكتور؟ اول حاجة اسمها اهو اللي هي موجودة عند حضراتكم في صفحة بقى كام؟ صفحة 70 اهو. فرض العدم والفرض البديل. تاني كده، فرض العدم والفرض البديل.
ناخد تعريفهم ابنائي وبناتي الاعزاء، عشان ده جاي سؤال في الاختبار مليون في المية. ها، فرض العدم ده يعني ايه؟ فرض العدم ساعات بيطلق عليه فرض النفي، فرض العدم او فرض النفي. ها، اللي هو ايه؟ نال هايبوسيز، نال هايبوسيز. طيب المفروض الباحث هنا بيصيغ الفرض في هذه الحالة بطريقة بتنفي وجود أي علاقات أو فروق ذات دلالة إحصائية بين متغيرات الدراسة. طب يا دكتور، لو ظهر من التحليل الإحصائي وجود علاقة أو أثر معنوي، بيتم رفض الفرض. تاني، يبقى هنا أول حاجة فرض العدم، أو هو نقرأ بقى من الكتاب مع بعض، هو جملة تبين عدم وجود علاقة دقيقة ومحددة بين متغيرين. لذلك فإن فرض العدم يبين أن علاقة الارتباط بين المتغيرين بتساوي صفر، أو الفرق بين المتوسط لكل مجموعة يساوي صفر. أي أنها فرض العدم يبين أنه ليس هناك علاقة معنوية بين المتغيرين، أو أنه ليس هناك فرق جوهري بين المجموعتين. طب يا دكتور، فرض العدم ده بنصيغه إزاي؟ صياغة فرض العدم أو فرض العدم، فرض العدم أو لا توجد، ونكمل بقى الصياغة بتاعتنا أهي. تاني، لا توجد اهو عشان ما ننساش، بقول ايه؟ لا توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين خصائص لجان المراجعة والافصاح المحاسبي عن المسؤولية الاجتماعية. يبقى انا كده ده اسمه فرض النفي، او فرض الايه؟ او فرض العدم، او فرض الايه؟ العدم. يبقى هنا معناها ان الباحث بينفي وجود فروق او علاقات. تمام، اتفقنا. طب اذا وجد علاقة يبقى معناه بيتم رفض هذا الايه؟ هذا الفرض. ده كده فرض مين ابنائي وبناتي الاعزاء؟ فرض العدم. يبقى وانت مغمض عينيك وانا مغمض عيني اهو، فرض العدم يبقى بصيغة ايه؟ لا توجد، لا، لا نفي اهو، لا نفي، عشان كده عليه فرض النفي. لا، بينفي وجود علاقة أو تأثير. تمام؟ طيب، إنما الفرض البديل بقى، نرجع للكتاب، أما الفرض البديل والذي يعتبر عكس فرض العدم، عكس فرض العدم، يعني إيه؟ يقولوا عليه ده اسمه إيه؟ ها؟ فرض الوجود. فبنقول عليها صيغة الإثبات. فالفرض البديل والذي يعتبر عكس فرض العدم هو جملة تبين أن هناك علاقة بين المتغيرين، أو أن هناك فرق جوهري بين الايه؟ بين المجموعتين. هناخد الفقرتين دول أبنائي وبناتي الأعزاء، اللي هو تعريف فرض العدم وتعريف الفرض الايه؟ البديل، عشان ممكن نجيبهم في الاختبار إن شاء الرحمن. أيوة كده هنادة، ممتاز. توجد علاقة بالبديل، صح كده. يبقى الصياغة بتاعتنا هنا توجد، توجد. تمام، ها، يعني معناه ان الباحث بيصيغ الفرض بطريقه تثبت وجود الفروق او وجود الايه؟ او وجود العلاقه. اقول مثلا ايه؟ ها، توجد علاقه معنويه، نكتبها لحضراتكم، الفرض، الفرض البديل، الفرض البديل، نقطتين وشرطه، نقول مثلا توجد علاقة معنوية بين خصائص لجان المراجعة والتحفظ، أو المفروض هو مستوى، يعني هو مستوى التحفظ المحاسبي أو قيمة الشركة. يبقى أنا قلت إيه؟ فرض بديل أو توجد، توجد. إنما هنا لو قلنا بقى نفس الإيه؟ فرض العدم، فرض العدم، نقول الصيغة بتاعته لا توجد، لا توجد علاقة معنوية، معنوية بين خصائص لجان المراجعة والتحفظ، والتحفظ المحاسبي.
عفوا ابناء وبنات. يبقى انا كده ضربت مثال لحضراتكم في الصيغه، فرض العدم والفرض البديل. الخلاصه فرض العدم بيتم صياغته لا توجد، انما الفرض البديل توجد، توجد. تمام. ممكن الشكل الثاني بالمناسبه، الشكل الثاني، لان انا لسه قايل لحضراتكم قبل الشرح ده اللي مطلوب عليكم في الكتاب على فكره، بس ده اللي موجود ما تقلقوش. بس هزود حاجه معلش لو تكرمتم، يعني لان قلت لحضراتكم ايه، ان هناك صياغه فروض البحث في ثلاث اشكال. الشكل الاول ده اللي عليكم، اللي هو الفرض العدم والفرض البديل، اللي هو ايه، صياغه الفرض في شكل علاقه احصائيه بين متغير مستقل ومتغير تابع، وله صورتان هما صيغه النفي اللي هي فرض العدم، وصيغه الاثبات اللي هي الفرض البديل. ده اللي عليكم ما تقلقوش. بس في جزئيه ثانيه هكملها معلش يعني للفهم. يعني الشكل الثاني بيقول لي صياغه الفروض في شكل حل للمشكله. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هنا بيتكون الفرض من جزئين هما سبب ونتيجه، سبب ونتيجه، اي تتم الصياغه بحيث نرجع المشكله الى سببها الرئيسي الذي يكون بمثابه حل محتمل لها. والمثال يا دكتور، نقول مثال اهو، لما اقول مثلا ايه، تؤثر درجة الافصاح عن الاستدامة ايجابا على جودة التقارير المالية للشركات المقيدة بالبورصة السعودية. انا قلت تؤثر، ما قلتش بقى توجد علاقة او لا توجد علاقة، مش كده ولا ايه؟ يبقى هنا تم صياغة الفرض في شكل ايه، حل للايه، للمشكلة. او اقول مثلا يوجد تأثير إيجابي، يوجد تأثير إيجابي لمين؟ لخصائص لجان المراجعة على التحفظ المحاسبي. أنا ما قلتش في علاقة ولا ما فيش، مش كده ولا إيه؟ تمام؟ طيب الشكل الثالث، صياغة الفروض في شكل عبارات توضيحية. لو مثلا نقول إيه؟ بتختلف متغيرات قرار منح الائتمان معنويا باختلاف بدائل الإفصاح عن المعلومات غير المالية. ده برضو شكل من صياغة الفروض، نعم، ولكن الشكل الأول أبنائي وبناتي الأعزاء اللي هو فرض العدم والفرض البديل هو الأفضل، هو الأفضل. يبقى الافضل في صياغه الفروض بشكل عام ان تكون في صيغه فرض العدم او فرض الايه، او فرض البديل. وده اللي موجود عند حضراتكم بقى، وقلنا في صفحه كام، في صفحه 70. نروح بعد كده ناخد جزئيه ثانيه. هو انت يا دكتور هتجيبها لنا في الاختبار؟ اه ان شاء الرحمن طبعا، ده اكيد مليون في المية جاية في الاختبار. طب نقول مثال تاني عند حضراتكم، مثلا اهو صفحة 72. طب نقول مثلا ايه؟ عنوان الدراسة ايه؟ أثر هيكل وتكوين لجنة المراجعة على تقرير المراجع. نسيت أقول لحضراتكم حاجة، هي المفروض مش نسيتها، بس هي منطقية. وأنت بتصيغ الفرض، ما انت لازم يكون عنوان البحث ايه؟ نصب اعينك، مش كده ولا ايه؟ يعني ما اكونش بتكلم عن لجان المراجعه والتحفظ المحاسبي، فواحد يقوم قايل ايه؟ لجان المراجعه وتقرير المراجع، لجان المراجعه والافصاح عن المسؤوليه الاجتماعيه، لجان المراجعه والافصاح عن راس المال الفكري. يا ابن الحلال انا مالي ومال الكلام ده؟ انا العنوان بتاعي ايه؟ يعني عنوان البحث لازم يكون امام اعينك، يكون في ذهن حضرتك تمام اهو. فهنا مثلا بيقول لك ايه، عنوان الدراسه ايه، اثر هيكل ايه وتكوين لجنه المراجعه على تقرير المراجع. يبقى هنا لو هنصيغ صيغه فرض العدم، ليس هناك علاقه او لا توجد علاقه، اهو بيقول ليس هناك علاقه بينفي، مش كده ولا ايه؟ او نقول لا توجد علاقه بين هيكل وتكوين لجنه المراجعه وتقرير المراجع، ده اسمه فرض العدم، ويتم الرمز له اتش ايه، اتش 0. الفرض البديل اتش ايه او اتش 1. تمام.
بيقول بعد كده جزئية تانية. طبعا كنت عايز اوريكم احد ابحاثي والله برضه بصراحة، نبعتها لكم، بس يلا مش مشكلة خلاص، عشان عايزين ايه نختصر ونروح على طول بعد كده. ها حد عايز اي حاجة في صيغة فرض العدم والفرض البديل؟ تاني اكرر مرارا وتكرارا، لازم العنوان يكون ها واضح لحضراتكم عند صياغة الفرض، تمام؟ طب نقول اخر مثال، نقول اخر مثال بقى اهو، ها عشان نقول ايه ده سؤال جاي في الاختبار يا دكتور، والله انا بقول متذكر على فكرة، يعني انا مش فاتح اي حاجة قدامي والله. اهو هنفترض بفرض انك تقوم باعداد بحث بعنوان، بعنوان نكتب بحث لحضراتكم عشان العنوان يبقى امامكم اهو، نقول ايه اثر خصائص، خلينا برضو لجان المراجعة على مستوى الإفصاح وفقا للتقارير المتكاملة. ما حدش عمل هنا في البيئة الايه في البيئة العربية بشكل عام البحث دوت، يعني نقول كده نقطتين وشرطة أدلة عملية من بيئة الأعمال السعودية. العنوان أهو أمامكم، مش هكتب بقى الباقي، أنا أقول بقى كده إيه شفويا، في ضوء ما سبق فإن فرض العدم، فرض العدم يأخذ الشكل التالي أو الصيغة التالية. فرض إيه؟ فرض العدم. ألف، لا توجد علاقة، ليس هناك، تمام أهو خلاص أهو أكرم وهنادة سبقوني، بس كده أنا كنت عايز بس أقول ملحوظة يا أكرم وهنادة، إيه هو؟ بس أنتوا كده ممتازين. بص بقى أكرم، يجي بعض أبنائي وبناتي الطالبات أو الطلاب ينخدع في بقى، أجيب له أول إيه؟ أول صيغة، بص اللي هقوله دلوقتي وأنتوا تقولوا لي بقى صح ولا خطأ. ليس هناك علاقة بين خصائص لجان المراجعة والإفصاح عن رأس المال الفكري. ينفع؟ أو لا توجد علاقة. أيوة أكرم أهو. طب ليه أكرم ما ينفعش؟ لماذا؟ لو حد بيسألك يقول لك ليه؟ ما احنا بدأنا أهو بنفي أهو، أهو اسمه فرض العدم، وقلنا ليس هناك علاقة أو لا توجد علاقة، إيه بقى المشكلة؟ أجاوب أنا، لأن أنت يا دكتور بتقول ها لا توجد علاقة بين خصائص لجان المراجعة والإفصاح عن رأس المال الفكري. إحنا مالنا من رأس المال الفكري؟ العنوان بتاع البحث اسمه إيه؟ الإفصاح وفقا للتقارير المتكاملة يا دكتور. أنت إيه؟ اللي أنت قلته ده ينفع في بحث تاني. لا يا ابني ده في نفي أهو، وأنا مالي مال نفي يا دكتور؟ أنا بعمل بحث دلوقتي بقول إيه؟ ها أثر الدكتور أحمد على أكرم محمد، يبقى البحث بتاعي يا هنادة ايه؟ يربط ما بين الدكتور احمد وما بين اكرم. ما جيش اقول بقى ايه؟ لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين دكتور احمد وهنادة، ده بحث تاني خالص. لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية ما بين الدكتور احمد وعلي نجمي، برضو بحث تاني. لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية ما بين الدكتور احمد وماجد، يا دكتور دي ابحاث تانية، انما انت البحث الرئيسي بتاعك ما بين مين؟ العلاقة ما بين عم أكرم والدكتور أحمد، يبقى معناها مصيغ صيغة فرض العدم ليس هناك علاقة أو لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين الدكتور أحمد وما بين أكرم محمد، يبقى لازم أخلي بالي ما بين المتغيرين اللي موجودين في البحث بتاعي، ما جيش أخد متغير واربطه بإيه بمتغير مش موجود. فهمت يا أكرم؟ بعض أبنائي الطلاب على فكرة أخطأوا في الاختبار بسبب حاجة زي كده، هو أول ما لقى في أول اختيار إيه؟ ليس هناك علاقة أو لا توجد علاقة، بس يا ابن الحلال ما أنا جاي في السؤال ها صيغتين فرض بديل وصيغتين فرض عدم، الصيغتين الفرض العدم لازم تاخد الصيغة التي تتناسب مع البحث بتاعك، لازم تاخد الصيغة التي تتناسب مع البحث بتاعك،
واضح هذه الملاحظة أبنائي وبناتي الأعزاء؟ ها؟ واضحة؟ تمام. عايزين ناخد جزئية تانية كده برضو سريعا ونختصرها على حضراتكم. ممتاز، ربنا يكرمكم ورب العالمين. طيب ناخد الفصل الخامس بقى برضو، ولا ممكن نأجله المرة القادمة ونتكلم في مقومات البحث العلمي؟ لا، نقول سؤال مقومات البحث العلمي، عشان ده قلنا سؤال جاي في الاختبار إن شاء الرحمن. ده سؤال جاي في الاختبار أهو، مقومات البحث العلمي السليم أهي، أكتبها لحضراتكم أهي على الشات. مقومات البحث العلمي السليم، نقطتين وشرط، عبارة عن كام؟ أهي ثلاث مقومات رئيسية، ثلاث مقومات رئيسية. إيه هي مقومات البحث العلمي؟ أهو، أولاً هكتبها لحضراتكم أنا واحدة واحدة بالترتيب أهو. أولاً الموضوعية والترتيب المنطقي والتناسب والوحدة، هذه أول حاجة. أولاً هنتكلم عنها برضو بإجازة الأول. ثانياً ها الأمانة العلمية، يعني المفروض الأمانة العلمية المفروض تيجي أول واحدة يعني. ثالثاً الشكل واللغة والقواعد. ده سؤال جاي في الاختبار أبنائي وبناتي الأعزاء. يبقى مقومات البحث العلمي السليم ها كام حاجة؟ ثلاثة، الموضوعية والترتيب المنطقي ها والتناسب والوحدة. اثنين، الأمانة العلمية. ثلاثة، الشكل واللغة والقواعد. تقصد ايه يا دكتور بكل واحدة من دول كده؟ أولا السؤال هيجي ازاي في الجزئية دي؟ ليس من مقومات البحث العلمي السليم، واجيب لك ثلاث أربع اختيارات ألف وبي وجيم ودال. هنختار الاختيار اللي هو يعني مثلا بقول ايه؟ قياس مستوى حوكمة الشركات وجودة التقارير المالية، ب الأمانة العلمية، ج الموضوعية والترتيب المنطقي، د الشكل واللغة والقواعد. قياس مستوى جودة التقرير وحوكمة الشركات دي مش معانا، مش تبعنا خالص. لا، الثلاث حاجات دول مش عايز حد من حضراتكم ينساهم ابدا مدى الحياة. تمام؟ يعني ايه بقى الموضوعية والترتيب المنطقي والتناسب والوحدة يا دكتور؟ اول حاجة بالبلدي كده باختصار عشان لو حد سألكم فيهم، قول له الموضوعية يعني ان يكون عنوان البحث معبرا بدقة عما يتم مناقشته في البحث. نلاقي احيانا بعض الابحاث العنوان بتاعها حاجه والمضمون اللي موجود جوه حاجه ثانيه خالص، وبالتالي ده بيضلل القارئ. اثنين، ان يكون هدف البحث محدد وواضح بحيث اقدر اتتبع البحث الى ايه؟ الى نهايته. ايضا ان تكون النتائج التي تم التوصل اليها مرتبطه بالبحث، ملهاش علاقه بقى برايي انا او بوجهه نظري، ما بقاش فيه تحيز. ما جيش اقول ده المراجعه المشتركه بتاثر ايجابيا في قيمه الشركه، ليه انت بتاثر سلبي؟ او لا لا لا، ده انا وجهه نظري عكس الكلام ده، انا هغير في النتائج. ايه يا عم الدكتور؟ انت لازم تكون موضوعي، محايد، النتائج اللي انت توصلت اليه. ايضا ان يكون هناك ترتيب منطقي في الايه؟ في اجزاء البحث، يعني الجزء النظري ابدا بمين؟ انا بقول اثر المراجعه المشتركه على مين؟ على قيمة الشركة. طيب تمام، أبص ألاقي باحث يقول لك إيه؟ الجزء النظري أثر على طول. ما هو تأثير المراجعة المشتركة على قيمة الشركة؟ يمكن أن يكون ذلك من خلال المحاور التالية. أقول له يا ابن الحلال محاور إيه التالية دلوقتي؟ مش تتكلم الأول عن الجزء النظري بتاع المراجعة المشتركة، وبعد كده تتكلم عن قيمة الشركة، وبعد كده تتكلم عن دور بقى أو أثر المراجعة المشتركة على القيمة السوقية للشركة، يبقى في ترتيب منطقي كده. قال لي صح. قلت له ما احنا بنقسم نقول الباب الاول ولا الفصل الاول والفصل الثاني والفصل الثالث ليه؟ عشان يبقى فيه ايه؟ ترتيب منطقي، ترتيب منطقي. تمام؟ طيب
ايضا ان يكون هناك تناسب في حجم الفصول والمباحث التي يتم تناولها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما يجيش زي ما قلت لكم كده، ها يجي علي نجمي يعمل لي الفصل الاول 50 صفحه والفصل الثاني 20 صفحه. نقول له يا شيخ علي يعني ده 50 وده 20، ده الفصل الاول قد الفصل الثاني يمكن مرتين ونص. طب ما يعني حاول يكون في توازن يعني يبقى افضل. وده حقيقه انا حدث معي شخصيا يعني، وانا في الماجستير استاذي ربنا يكرمه يا رب، ها كنت عامل الفصل الاول اربع مباحث والفصل الثاني مبحثين. فلقيته ابتسم كده ابتسامه جميله كده وقال لي طب ما ينفعش ان انت تنقل مبحث من الفصل الاول للفصل الثاني بحيث يبقى الفصل الاول ثلاث مباحث والفصل الثاني ثلاث مباحث وبالتالي سيكون هناك توازن. وجهه نظر مش كده ولا ايه؟ اه هي ممكن تتعبني شويه بس اتعملت وبقت اجمل فعلا وافضل. اه طبعا يبقى ده كده المقصود بالمقوم الاول الموضوعيه والترتيب المنطقي والتناسب والوحده، ان يكون الموضوع بتاع البحث يمكن تناوله كوحده واحده. الامانه العلميه بقى ان سعادتك بالبلدي كده تكون امين علميا يا عم علي. قال لي يعني قلت له يا شيخ ماجد ما اجيش اخد حاجه من بحث الدكتور احمد واكتبه من غير ما اقول، ما اجيش اخد جزئيه من بحث العلي نجمي وما اقولش، ما اجيش اخد جزئيه من بحث اكرم وما اقولش، ما اجيش اخد جزء من بحث هنادة وما اقولش. دي اسمها سرقه علميه، لازم تكون في نوع من انواع الامانه العلميه. وبالتالي لما تاخد يجب ان انت تشير الى المصادر، وبمناسبه المصادر يعني مراجع البحث، ما اجيش اقول مثلا يقول لك بعض الباحثين يقول لك زود شويه مراجع كده ولا حاجه، واحنا بنوزن ايه زود شويه مراجع يعني؟ المراجع اللي انت استخدمتها هي اللي تكتبها. ما رجعتهاش وما استخدمتهاش ما تكتبهاش، لان انت كده تعتبر غير امين علميا. ابص الاقي باحث كاتب لي 10 مراجع مثلا لم يتم الرجوع اليهم نهائيا ومش موجودين في متن البحث. امال انت كتبتهم منين يا ابن الحلال وجبتهم ايه؟ انت بتزود يعني عشان يجي في الاخر يقول لك ايه المراجع كتير يعني. فده كله بيعتبر ايه؟ ليس من الامانه الايه؟ العلميه. والمفروض لما تيجي تاخد راي حد او تنقل تنقله كما هو، ما خدش برضه اعمل اقتطاع او اجتزاء أو له إيه؟ ولا تقربوا الصلاة، غلط، ما ينفعش، مش كده ولا إيه؟ هتاخد رأي للدكتور أحمد، تكتب كده، رأيه كاملاً، لأن ممكن يكون النص الأولاني ها بيعني شيء وبقيته لما نكمل الكلام هيعني شيء آخر تماماً، مش كده ولا إيه؟ صح؟ يعني ما أقول مثلاً إيه؟ يجب معاقبة الطلاب. إيه واسكت. يا نهار ابيض علي نجم يقول لك ايه ده؟ ايه يا عم ده الدكتور احمد ده ضد الطلبه يا عم، ده بيقول لك يجب معاقبه الطلاب. طب ماشي وانت كملت الكلام، ما انت كده قطعت الكلام زي ما عملت ولا تقربوا الصلاه بالظبط. هو ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا الصلاه؟ اه ما هي موجوده في القران يا ابن الحلال، كمل الجمله يا اخي خليك امين. خلي بص يقول لك ايه، خليك امين ولا تقربوا الصلاه وانتم سقراء، مش كده ولا ايه؟ لما الدكتور احمد قال ايه يجب معاقبه الطلاب صح، مين؟ المهملين، المش ملتزمين، اللي سلوكياتهم كذا، اللي كذا، اللي يبقى كمل الكلام، يبقى معناها كده في امانه علميه. بعد ذلك الشكل واللغه والقواعد، الشكل واللغه والقواعد، يعني ايه الشكل واللغه والقواعد؟ يعني بالبلدي كده بمنتهى البساطه المفروض ان انت الشكل صفحات وترتيب الصفحات وتنسيق الصفحات يكون متناسب. ما اجيش الاقي صفحه فيها 20 سطر وصفحه ثانيه فيها 12 سطر. ما فيش الاقي انت عامل سايب هوامش سايب هامش على اليمين 2 سم وعلى اليسار 2 سم واعلى الصفحه واسفل صفحه، واجي بعد خمس صفحات عليك مغير الهوامش، نوع الخط من صفحه لصفحه مختلف، ما ينفعش. يبقى معناها ان انت ايضا الدقه في اختيار الالفاظ نفسها، عدم وجود اي اخطاء لغويه زي ما قلت لكم كده. ايوه صفحه ما يبقاش خطها كبير وخطها صغير، كل ده نواحي شكليه. اه واخر حاجه انا قلت لكم عليها حتى بالمناسبه المره الماضيه او اللقاء السابق لما قلت لكم مثلا اقول ايه؟ اقول انا ارى انه كذا، او اكتب اقول ايه؟ ونحن نرى انه كذا. ايه يا عم الدكتور مين انت يعني؟ والله اصل انا بقيت استاذ. وايه يعني يا عم الدكتور بقيت استاذ؟ يعني برضو يعني تواضع يا عم الدكتور. لكن لما يبقى الدكتور احمد ده بقى العلم من اعلام المحاسبه على مستوى الوطن العربي، لما نقول بقى الراجل وانا ارى او نحن نرى يعني يبقى مسموح تجاوزا، مش كده ولا ايه؟ انما اما تبقى انت لسه يعني في مجال بحث علمي حتى لو وصلت للاستاذيه كمان من سمات الباحث التواضع، وبالتالي يجب عدم استخدام الضمائر الشخصيه للباحث مثل انا وايه؟ انا ونحن، انا ونحن. طب يا دكتور افتراضا انت بتقول ان انت عامل بحث انت واثنين زملائك مثلا،
هتكتبوا ايه بقى هنا بقى يا دكتور؟ علي نجم قال لي ايوه اهو دلوقتي دول ثلاثه بقى هم. هتكتب ايه بقى يا دكتور؟ غصب عنك هتقول ونحن نرى. هقول لك لا. امال هقول لك ويرى الباحثون، ويرى الباحثون، مش هكتب ونحن نرى برضو، لان كلمه ونحن نرى يبقى فيها الجمع، والجمع او التعظيم. وانا لسه قايل لكم من سمات الباحث الايه؟ التواضع. ايضا يجب الدقه في اختيار الالفاظ بحيث تعبر عن المعنى المقصود فقط دون ايه؟ دون تهويل. دي كده كلها ابنائي وبناتي الاعزاء اللي هي مقومات البحث العلمي السليم، اللي هي الموضوعيه والترتيب المنطقي والتناسب والوحده، الامانه العلميه، الشكل واللغه والقواعد. انا قلت اشرح لكم سريعا كده واقول لكم ان جايبها سؤال في الاختبار بمشيئه المولى عز وجل. ان شاء الله موعدنا القادم سنتناول فيه الفصل الخامس، وهو بعنوان اسس القياس وقياس المتغيرات. اسس القياس ومتغيرات القياس، اللي هو بادئ عند حضراتكم من صفحه 80 على ما اعتقد. يعني كل الاجزاء السابقه ديت خلاص انتوا غير مطالبين بيها ابنائي وبناتي الاعزاء. هنبدا من اول هنا كده على طول ان شاء الرحمن، اللي هو من صفحه 80 ان كان في العمر بقيه، وذلك يوم الثلاثاء القادم بمشيئه الله تعالى. هل هناك اي سؤال او استفسار ابنائي وبناتي الاعزاء قبل ان ننهي اللقاء؟ يبقى كده النهارده اتكلمنا عن المتغير او قلنا انواع المتغيرات، مهمه جاي فيها اسئله، ها، وصيغه الفرد العدم والفرد البديل ومقومات البحث العلمي، كل دي جايه ان شاء الرحمن بمشيئه الله تعالى. الى ان التقي بحضراتكم يوم الثلاثاء القادم بمشيئه الله تعالى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان الله ورعايته ابنائي وبناتي الاعزاء.